اسمي هدى عبد الله، ترتيبي الأولى على البحرين. هاي النسبة اللي كنت أطمح حقها من أول ما دخلت ثانوي، تفاجأت إني وصلت حقها. أول ما شفت النتائج كنت متوترة، لأن كان يوم اللي بعرف هل تحقق الحلم أو لا. بالنسبة حق نتيجتي ما كنت خايف، وكنت متوقع إني بصير الأول على المسار الديني. كل التعب والجهد كان عشان شيء واحد، عشان أرفع اسم البحرين. لما كنت صغيرة هي اللي كانت تعطيني، وأعتقد إن جاء الوقت اللي أنا أرد حقها جزء من هاي الجميل. مفتاح تحقيق أي هدف والوصول للي وصلت إليه أنا وأكثر هو التقرب من الله سبحانه وتعالى. أمي جاها اتصال من الوزارة وخبرونا إن طلعت الأولى، وكان يعني شعور لا يوصف، شعور تعب سنين، شفت النتيجة الحمد لله. المشوار تو ابتدى والبحرين تنتظر منا وايد، واحنا قدها ان شاء الله. عمنا 4 سنوات. اربع سنوات في الجامعة. مشكورين. شكرا. لما تفكر انترنت اكيد STC.